قول لي موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، أعتقد أن فكر الشباب هو المتبني هذا الاتجاه، يعني بخلاف أن عندك وزير كهرباء رجل مخضرم ورجل فهمان في المجال. صحيح. إنما أعتقد أن القوة الدافع الرئيسي هو فكر جديد. صحيح. إذا جاز التعبير في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، أنتوا رؤيتكم إيه؟ والله الـ يعني الطاقة المتجددة ومصر علاقة حب وكره ابتدت بحب وحب قوي، وكان فيه طموح كبير في 2014. الحقيقة حصلت شوية مطبات في النص، لكن النهاردة اللي بيحصل في سوق الطاقة المتجددة في مصر أعتقد غير مسبوق. النهاردة مصر بتبني أكبر محطات، هي مجموعة محطات اللي هي تعتبر مزرعة طاقة شمسية في العالم، في أسوان في بنبان، وده يعتبر من إحدى أحسن البرامج اللي اتعملت كبرامج لدعم الطاقات المتجددة، ولسه واخدة مؤخرا أخد أحسن برنامج تمويل قطاع خاص لسنة 2017 من PFI اللي هي Project Finance Institution اللي هي تمثل تومسون رويترز. ففي بالعكس العالم كله باصص علينا في الجزء ده، واللي تم في خلال الفترة اللي فاتت دي ما حدش يقدر ينكره. بالعكس ده يعني يعتبر أكبر مشروع قطاع خاص مباشر في مصر في خلال الفترة اللي فاتت، كان مشروع بنبان أو مشروع الطاقة الشمسية في بنبان. تقريبا حجم الاستثمارات اللي فيه حوالي 4 مليار دولار. كان فيه أكتر من 32 مستثمر عالمي ومحلي. كان فيه 18 بنك بيموله، البنوك بنك دولي، بنك التعمير الأوروبي، بنك التعمير الآسيوي، بنوك مؤسسة التمويل الدولية، مؤسسة التمويل الدولية، بنوك صينية، بنوك من كل حتة في العالم. فالنهارده ده لو بنتكلم زي ما كنا بنرجع في الاول، انا استثمرنا في اذون خزانه، بقى في استثمار في شكل مشاركه قطاع عام قطاع خاص. ده يجي ريسكه اعلى، ولكن يعتبر اقل ريسك من استثمارات في شركات في مصر. ولكن ده ديفينتلي من الحاجات اللي اثرت على النهارده مصر بقت على خريطه استثمار بنوك كتير. انا هكلمك على تجربه شخصيه ليا. انا من 2014 في المجال ده، قعدت لما ابتدى البرنامج احنا كنا احدى الشركات المؤهله، بعت تقريبا ل 65 بنك عالمي عشان يمول المشروعات. جالي 65 جواب، احنا وي ريجريت تو انفورم يو، متاسفين مصر ليست على خريطه الاستثمار بتاعتنا.